الدلع على السلامة. الله يسلمك يا فندم. خير. المعلومات اللي عايز أوصلها موجودة في مكتب ضابط في الأسرة. يبقى تنسى المعلومات اللي عايز توصلها وترجع مصر. ما أقدرش أرجع مصر من غير المعلومات دي. وأنا مستحيل أطلب من أي واحد يجيب ورقة من الموساد بالرغم من كل علاقاتي. أنا مش عايز حد يجيب لي حاجة. أنا عايز أخش مبنى الموساد بنفسي. أنت بتهزر. يا فندم دي مسألة أمن قومي، ولو ما قدرناش نوصل المعلومات دي في أسرع وقت هيبقى في خطورة على مصر. أمال أنا بقالي أكتر من 20 سنة هنا بعمل إيه؟ المهم إنك تعرف تنسحب إمتى عشان الخسارة ما تبقاش كبيرة. يا فندم أنا ما أقدرش أنكر خبرة سيادتك، بس المجازفة هنا مطلوب، ولو في احتمال 1% إن أنا أكون صح يبقى لازم ادخل مبنى الموساد اجيب المعلومات دي بنفسي. انت بتحب المسرح؟ مش فاهم. بيلين ممثل عظيم، بس عندنا في مصر اعظم منه. روح له المسرح وهو اللي هيساعدك. دي فيتامينات، خدها وقت اللزوم. لو تعبت هيودوك المستشفى. انت صيد مهم بالنسبة لهم وحيحافظوا عليك. شكرا جدا يا فندم. في كنيس. في حد من هديخ يا روتسي اوتخا. في كنيس. شالوم ادوني. شالوم. اني احد من هديخا. فاني روتسي للمود منخا. في حفري امرليشي اتايا خولي لميدوتي. אני פוגש את אוהדיי במסעדה הערבית בנצרת. אה? הבנתי. אה. שוף, אני מברתח שלי להון. הון מכאן הדי. מה פיש הדי בעריפני? לאנו לערב, חתה לישראלי לערב, מה בהתמוש בפני לישראלי. ומהם הדולה בתאמל להם אפלם ומוסלסלת, منشان تهويتهم. يتفرجوا على عادل الإمام هو بيقول متعويدة دايما وينسيهم كل شيء. بقول لك ايه؟ أنا عارف إن أنت كنت شغال مع الموساد. وأنا إيه اللي يضمن إن أنت ما تبيعنيش ليهم؟ لأنكم بتدفعوا أكتر. بعدين أنا لما اشتغلت مع الموساد هم جندوني غصبا عني وطلبوا مني جاسس على أقاربي وأصدقائي اليهود المهاجرين من روسيا. مو بس هيك. نحن هون مواطنين درجة ثالثة ويا اليهود الأفارقة. عشان هيك أنا بشتغل لكم بمزاج. وإزاي هتساعدنا ندخل مبنى الموساد؟ مبنى الموساد مبنى حكومي بيتعامل فيه كل يوم آلاف الناس، موظفين، عمال، محاسبين. ممكن بتصريح بسيط تدخل من البوابة. هذا التصريح تبعي موجود بالخريطة التفصيلية للمكان. مكتب دانيال نافون تعرفه؟ بعرفه. فوتي عليه مرة، ساير في الدور الرابع، عليه نمرة 5، بس عشان تدخله لازم لك الكارت الخاص تبعه، هادي عليك لأنه أنا ما بقدر عليه. انتبه، هالبوابة في 2، أنت حتفوت من عند الرجل هاد، هذا رجل من رجالتنا، بيقبض كتير لكن دوره مهم. اسمع، انتبه تفوت من عند الرجل هاد، هذا الرجل حيعرفك من أول مرة، رجل عابس عمره ما ابتسم. في شي تاني حقول لك اياه. لازم لك حظ كبير لانه ما بضمن لك تخرج سليم. ماما صاحبتي هي. شالوم مشلوماخ. يخكر يا ايملاخ. ايزابيل. ايزابيل شام يا في. شفتي بقى هيبقالهم صحاب وهيفرحوا ويلعبوا وبكره ايزابيل دي تفوت عليها في البيت وتاخدها كمان تفسحها. شالوم. شالوم. هات ايما شيل ايزابيل. اه هي ايما شيل ساره مامة ايزابيل. اهلا انا سلوى. طافيا كيم نحن ميت سرين. ايزابيل وين يا ابني بو؟ ولا تضايقي نفسك يا ساره، لما تشوفي البنت دي تاني هنا ما تلعبيش معاها، روحي العبي مع اخوك يوسف. ست واطية وعنصرية غريبة. على فكرة الناس هنا مش كده. هروح بقى اجيب شوية مية بلع بيها العنصرية دي. ما تزعليش يا سارة. روحي حبيبتي العبي معايا. روحي.
بصي على البحر ما تبصليش وانا بكلمك. سلوى انا عايز الكارت اللي دانيال بيخش بيه مكتبه. انا اسف، انا قلت لك اني مش هقدر اساعدك تاني. معلش يا سلوى، ده اخر طلب هطلبه منك. بكره ان شاء الله لو لينا عمر نرجع مصر. بكره؟ بصي قدامك. بس انت وعدتني ان عزت مش هيحصل له حاجه، والكارت ده لو ضاع هيبقى فيه مشكله كبيره جدا في شغل. دانيال لو خيروه ما بينك وما بين شغله هيختار شغله، ومش بس كده، لو حس لثانيه ان انت واقفه في طريقه هيقتلك. ده كلام فارغ، انت ما تعرفوش ولا انت. ما تقلقيش يا سلوى، اللي بطلبه منك ده خطر عليا انا بس، وهروح شغل بكره. وهروح شغل بكره؟ لا، بكره يوم اجازته، بيقضي طول اليوم في البيت. يبقى هستناك في الاجزخانه كمان ساعتين. الكارت ده هتلاقيه يا اما في محفظته يا اما في دي. انت سمعتي حاجه يا ساره؟ سمعت ان هتاخدي الكارت من بابا. حبيبتي اصلا انا عامله مفاجاه لبابا، اوعي تقولي له حاجه، ده سر ما بيننا. ها؟ اوعي. لو يخبط لي كما يلاديم فلسطينيين شنهرجو شي يسرفو كلام. يلا بتساع بتساع حبايبي حبايبي. لا 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 بابا انا عايزه اقول لك سر. عايزه تقولي سر؟ سر يا حبيبتي. طيب يا حبيبتي روح على اوضتك. سارة يا بنت. سلوى تعالي يا عزيزي. سارة حكيت لي على اللي حصل في الجنينة. ما تصدقهاش، هي فهمت غلط. حتى رشايل كانت معانا، لو عايز تسألها وتتأكد اسألها. من فضلك ما تخبيش عليا حاجة زي كده. أنا كنت متوقع إن ده هيحصل، بس ما كنتش متوقع إنه هيحصل قدام بنتي. صدقني هي فهمت غلط، دي عيلة صغيرة. لا لا لا، أنا هاجي بكرة معاكوا الجنينة وهشوف الست العنصرية الحقيرة دي اللي ما رضتش تخلي بنتها تلعب مع سارة، وهديها درس عمرها ما هتنساه. دي ست بنت 60 كلب، ده أنا كنت هطين عيشتها لولا بس إن الرشال هي اللي منعتني حقيقي. بس أنا مش عايزاك تزعل نفسك أبدا، أنا عارفة إن الإسرائيليين مش عنصريين ولا أي حاجة، ما أنا داخلة خارجة أهو عادي، ما حصليش أي مشكلة. انت طيبه قوي يا سلوى. ربنا يخليك يا ساره. صرصوره حبيبتي. استنيني بكره ومعاكي الولاد الساعه 12 في مطعم اسمه شيره جنب محلات الهدايا، هتلاقي اسمه مكتوب بالانجليزي. ولو ما جيتش في خلال ساعه ارجع بيتك واكن ما حصلش حاجه. يعني ايه كان ما حصلش حاجه؟ ساعتها هيبقى اتقبض عليا، والله اعلم هكون عايش ولا ايه. أنا معرفش حد تاني غيرك هنا، أنت الوحيد اللي بحس إنه متدني. متخافيش يا سلوى، لو فشلت في ناس تانية هتيجي وهترجعك مصر، متخافيش. إزيك يا مدام سلوى؟ إزيك يا دكتور؟ دكتور بيسلم عليك يا مدام سلوى. دكتور بيسلم عليك يا مدام سلوى. الحمد لله. مع السلامة يا مدام سلوى. مع السلامة.